غيب وزير في محافظة حضرموت، مدينة التمباك والحناء والذرة والثقافة. اشتهرت بزراعة التمباك ذو الجودة العالية والنكهة الخاصة بوصفه ثقافة وحياة، إذ تكيف المجتمع مع زراعته التي أثرت حتى في طبيعة النمط العمراني للمدينة وما حولها من قرى وأرياف. يعتبر التمباك الغيلي من أشهر أجود أنواع التمباك بشكل عام، وتميزت به غيل باوزير طبعا لجودته، وأعتقد أنه هو مشهور في داخل الوطن وأيضا خارج الوطن للجودة التي يحملها هذا النوع الخاص بالتمباك الغيلي. تشتهر مناطقها بزراعة هذا المحصول لكي تجني الكثير من المال، ولقيمة هذا التمباك في صناعة الدخان وغيرها. التمباك محصول شهير جدا وتتميز به مديرية غيل باوزير، وطبعا يصدر أيضا هو إلى الخارج. فغيل باوزير معروفة زراعيا، تعليميا، ثقافيا، وطبعا في الأخير هي مدينة أو منطقة زراعية وكانت ذات موروث زراعي كبير جدا. احتلت زراعة التمباك الحضرمي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية رغم تبعات أضراره الصحية والمادية على المواطنين، لدرجة تحريم بعض الفتاوى الشرعية هنا لزراعته حسب قول الأهالي. وجدت عدد من الفتوات الشرعية والدينية بتحريم زراعة التمباك في مديرية غيل باوزير بما يسببه من أضرار مادية وصحية واجتماعية في المجتمع، فاستجاب بعض المزارعين لمثل هذه التوجهات الدينية وقللوا العديد من المزارعين في زراعة التمباك، وهذا طبعا أثر على زراعة التمباك بشكل عام. ومن انتشار زراعة التمباك إلى الحد من زراعته لأسباب كثيرة، منها صعوبة تسويق المنتج والتكلفة العالية في زراعته التي أدت لرفع سعره في المنطقة مقارنة بالتمباك الموجود في المحافظات الأخرى. عدم تسويق المحاصيل المزارعين، كان أول التعاونيات تتبنى تسويق هذه المادة التمباك من المزارعين وتتبنى بيع هذا المحصول الزراعي من مادة التمباك، فالآن تركوا المزارعين بجهودهم الخاصة وكل مزارع يسوق مادته، هذا شكل عبء على المزارعين في تسويق ما يزرعونه من تمباك. يظل التمباك ثقافة ممزوجة بالتفاصيل الحضرمية وبأبناء هذه المنطقة منذ قديم الزمان.